مجال ما يسمحش. وليه ما يسمحش؟ ده انا اكون مسرور جدا وممنون لو غنيتي حاجة كده. طيب هغني لك غنوة العصفور. عصفور ايه وغراب ايه؟ انا مش عاوز غنوة لمرات الاطفال. انت تعرفها؟ طبعا اعرفها، كنت بغنيها وانا في سنة اولى. اشرق النور وغنى العصفور. مش دي اللي هقولها لك. امال ايه؟ طب انت تفضل اقعد وخد بالك. حاضر. اسماعيل اقول لك خيبانه خالص، تقدر تبعت له جواب، تعمل له تليفون، تفهمه المساله باي شكل. مكسوفه ومحتاره وخايفه مش قادره تقول، يمكن بيحبني ومش عارفه، يمكن مشغول بقت بتحلم بخيال. يمكن العصفور ده عنده نفس الشعور اللي عند العصفورة. يمكن مش ممكن.